شرفتي غريبة يا يا مبكر، العادة تطلعين من الدوام الساعة 3، خير في شيء؟ اي قاعد اكلمك، ليش ما تردين؟ فصلت، تركت الدوام، قدمت استقالتي، تعبت مو قادرة اركز في شيء، احتاج اقعد شوي مع نفسي. قلت لك من الاول هتطلعين قاعدي بالبيت جابليني، لا تشتغلين. ستي ما تسمعين الكلام. واذا قعدت في البيت وقابلتك على قولتك، متى يمديك تقابل امل وغيرها؟ أنا توقعت إن أنت راح تفهميني غلط، لأن هذه الهدية مو لي أصلاً ولا لك، هي حق واحد من الربع، حق زوجة واحد من الربع. هو عطاني الهدية وقال لي خلها عندك في السيارة علشان أقدر أنا أفاجئ زوجتي، بس الظاهر أنت اللي تفاجئتي، هي ما تفاجئت. شوف يا رايد، أنا أتحمل كل شيء، كل شيء إلا الخيانة. حركات صاحبي، زوجته، نسى الهدية، هذه ممكن تمشيها على أمل بس مو علي أنا. أوكي؟ أنا ما عاد أقدر أتحمل كذا، ما عاد أقدر أتحمل. ولا أنا، ولا أنا قادر أتحمل، لاني قادر أتحمل طبعك، ولا قادر أتحمل تفكيرك، ولا قادر أتحمل العيشة. حريم يتمنون يعيشون العيشة اللي انت تعيشينها، بس انت اي عيشة؟ اي عيشة اللي الحريم يتمنون يعيشونها؟ اي عيشة؟ عيشة السهر؟ عيشة الطلعات اخر الليل؟ عيشة البنات؟ هذه العيشة اللي يتمنونها الحريم؟ صدقين عنود، هذا الحوار اللي سمعته سامعه أكثر من مرة، يرن بالذهن. ذكرتيني بفوز، كانت تقول لي هالكلام